ما زالت تتواصل القافلة التوعوية لاتحاد النساء الإسلامي فرع تشاد حول ضرورة تعليم الفتيات، حيث وصلت القافلة إلى الدائرة التاسعة وعقدت لقاء توعويا حول أهمية تعليم البنات. محمد حسن آدم والتفاصيل. وصلت القافلة التوأوية النسائية إلى الدائرة التاسعة لمواصلة أنشطتها التوأوية والإخبارية والتي تهدف إلى الاهتمام بتعليم البنات، حيث تخللت المناسبة عدة مداخلات من قبل أعضاء الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد، وتمحورت حول أهمية نجاح تعليم البنات، وكذا حث أولياء الأمور على مراقبة الأبناء لا سيما الاستخدام الأمثل لمواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في البحث العلمي وغير ذلك من الخدمات المعلوماتية الهادفة. عمدة الدائرة التاسعة من ناحيته شكر الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي على القيام بهذه البادرة الطيبة التي تساعد في إعداد أجيال واعية وهادفة لضمان المستقبل. الأمين العام للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد من ناحيتها دعت الأمهات على الاهتمام بالتعليم ومواصلة الدراسة لبلوغ الأهداف المنشودة. اليوم علينا كانوا الكبار ما قرينا والكبارين كل قرينا ما مشت بعيدة ماني خلوه كاسيو ده بنات ما نخلوه ورا علينا ده خلاص نقول كان ما لقينا هل كله ما نخلوه إيالنا كله بالتالي يقوم في فيها نانا ده إيانا ده نخلو كل يمشي بقراي يعلموا. ونشير إلى أن فعاليات هذه القافلة ستستمر حتى 22 مايو الجاري.